ها؟ شو بلاك؟ ساعة ما بساعة؟ 10 دقائق ما أخذت. شو مشكلك يعني؟ قرقروا قرقروا قرقروا، شو بلاك أنت مزعج؟ أزعجتني أزعجتني. تريكت له بعدك؟ شو؟ تريق معايا؟ تعال شو ريقنا؟ شو؟ لحم. لا ما بلحم، كبده. كبده كبود. ايه جليه. حد يسميها جليه وحد يسميها حمسه. زين شو تبى انت؟ ولا تبى خبز وجام وما ادري شو؟ جام. ما تبى كبده؟ الله يسلمك. بتاكل من كل شيء؟ ايه. زين يلا. مشكله ما شيء مشكله. منو قال مشكله حبيبي؟ انا ما قلت كلام ولا قلت مشاكل. يلا وايد قرقر قرقر قرقر. مورنينج التو. صباح الخير يعني. شو تريقت؟ شو كلت؟ شو شربت؟ صباح صباح. ها صباح صبح. شو كل اليوم؟ ها ابل. جرين ابل ولا ريد ابل؟ جرين. ما شاء الله. عشان جيت سويتك عضلات. وين عضلات؟ ما شيء عضلات. وين العضلات؟ صراحة كل حد يسلم عليك حبيبي. كل حد يقولون محسن. زين حقك انت محسن، لكن متروعين على البوك اللي دومه ممزور بيزات. يا سيارة سيجوز سيارة بتحطه بالسيارة؟ ما بيمسكها محسن؟ يتحمل ترى محسن. هذا خوش حلوة لكن فيها شعرة. والله كريم. زين اكيد بوكي واحد هني واحد ثاني هني. بوكي؟ لا 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 واحد هني سيارة واحد ثاني. انزين ما شيء. نحن متروعين على اللي بمزور بيزات ومحسن. تصير دبي اسبوع هذا؟ ايه. شو تسوي؟ بس ليش؟ بس كلام شيء بس كلام العيد بس اشوف. بتسلم عليهم سلام العيد؟ ايه. شو بتصير عندكم مريم؟ بس ليل بس ليل. ها بتبات ولا بتصير بترد؟ بات هنا. بتبات هنا؟ انزين انا باكر بسير دبي. ايه. انا باكر عندي شغل في دبي. مشكله. اسير ان شاء الله بخلص شغلي. ايه. بتغدى هناك وبمسي. ايه. بيعديني العصر العود بي. مشكله. يصير وياي ولا اصير روحي؟ لا لا. يصير وياي منهل منهل. ايه. ايه. اوكي حبيبي يلا بصير هناك تغدى انت ريح. يلا. السلام عليكم. صباح الخير. هدى كل الناس يقولوا شكرا على اللي تسوينه وعلى اللي تعلمني. كل هالدنيا الحين يخبزون من هالخبز. وهذا شو وحيده؟ اختراع جديد. اخترع شو عاده؟ مسمن فيه سكر واختراع. بس بدها على الماكينه. هي مسمن. بس هو هذا حق الفرن بس انا سويته على الماكينه قاعده اجرب. نفس الشيء لان هاي هي شغلها شغل الفرن. ايه بس الحين هذا مسمن بالشو عاده؟ زعتر. في شيء زعتر هنا داخل. أيوة. سكر وبيض رقم واحد. هي لكن هذا عاد ما حد فيه ما فيه يشرح حق العرب بس اسدهم هذا. الحين هذا مسمن لكن نوع سويتيه بالزعتر. بالزعتر ونوع بالخبز والشكر ونوع بالما ادري شو اختراعات. ايوه. ثانك يو مدام. ثانك يو. جود مورنينج مستر صلاح. هاو ار يو؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا ابوي زيتون. هذا زيتون مدينة محمد بن زايد. شوف الحبة شوف الحبة تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله. هذا زيتون مدينة محمد بن زايد. هكذا نقبها الطير. هذا منقوبة. هاي المنقوبة هي البالغة. قربلات الطير. سبحانك يا رب. اللهم لك الحمد. اللهم دمها نعم فضحم الزواج. شو حبيبي؟ بني الكنديشن؟ ليش؟ بالك يا رب بنشغل هذاك الحين. أنا بشغل حبيبي لسه. لا لا على مشكلة. اليوم برتقالي. وين الله بيسلمنا من هنا همهات بريجع الحين. دلال مرابي ودلال مرابي ودلال هذا دلال مرابي. بعد الحين بيقولون دلال مرابي. هذه عيمان. بعد بيع حتى في النوادي. ايه بعد له مرابي. ها حبيبي. ها هي بنده تعرف. يلا قلت لك ما تعرف. ايوه رقم واحد.
أقولكم البارح بعد وحدة نطرشه مسج، كانت أبوي انت هب إلا دلالك دلال مرابي عن أبو، ما حد أبوي يتريق على الشبرية إلا المربي. قرب الله توين يت الفطانة، أنا روحي نسيت إن المرابي يتريقن على الشباري. سبالك قرب الله تم بهسها، قالت أبوي انت يوم في مصر تريق على الشبرية، ويلي تريق على شبرية المربي. جدة شوف انت يوم تريق على الشبرية ايه زين، قال ابوي ما حي تريق على الشباري الا المرابي. حرام 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 حرام. ان شاء الله حبيبي سوري فراش قطع حط فراش انت تحت ان شاء الله حبيبي سوري. واللي يقول بلاك بتلحفون القفاصة، نلحف القفاصة يوم نحن نجلس. الحين خلينا القفاصة طلقات بيلسني باغمن قاق وقاق وقاق وقاق، وما بنهيع ولا بنليج فرض الله ولا بنستريح. فلذلك ابوي نلحفن ويتحرن ليل عادهن لين خلاص جريب المغرب اظهرناهن خارج. حين طول النهار طول من عصر العود جريب المغرب نظهرهن في البراد في الرايح هناك وين الزراعه الظليل. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش عندك؟ ايش عندك؟ حصان انت وحيد القرن، وحيد القرن انت تبنجح. منو ترمس؟ ماشي منو عاده؟ جني جني. جود مورنينج ادوارك. مرحبا هاو ار يو؟ ام فاين سير الحمد لله. يلا اوكي يلا اوبن انت بوتت ذا بليت. يلا كوكلي عاد. Do you want me to serve you? Yes, serve me. Why not? ان شاء الله. عندي مو قلت لك انه بعد مور شويون انا ابو بحلف عليه بس خلاص وين دايت غرب الله تاكل دايت. هاي ابوي حمسه الجبود، هاي حمسه الجبود الفنان اللي ما شي شبعته صلحت به. ايه يقولون صايم. نعم عاد يلا. شو بعد تساوي؟ ايه ما شاء الله تبارك الله. شو تو مي هير تونا صورنا هذا تحت هذا نمونتين لو ثلاثه الله اعلم بس شو بنطعم كل شيء شوي ون شوي ون. هذا مسمن لكن هذا مسويه حاطه اضافات عليه بالزعتر شيء نوع بالسكر وما ادري شو يعني. ثانك يو. صراحه شو تبي حبيبي؟ انت حين ممتحن شو تاكل شو ما تاكل شو تبي؟ ها 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 ميك فور هم فان ساندويتش فل ذس وان بس ات انسايد ذا ساندويتش. ذس وان از فور مدام. يلا مرحبا الخادي ابوي، نحن عند كشري لندن، خليك انت ويا علي محمود عند كشري القاهره وسلم على القاهره. ما لا مساكم الله بالخير، سامحوني اليوم مقل غير الضحى ظهرت وشوي حركات ويا صلاح وهذا، وعقب عفاكم الله يعني شرات الرقاد ونسيت وطحت ورقت، وعقب تغديت وبعد رديت ورقت، وعقب ما دي يعني مردفيس الجو متغير علي، هب الجو رقادي متغير وبس، ونسيت بعدني تغديت ورديت ورقت. شو بقولكم وحين صليت وياه بقولكم غصة صغيرونة اللي مبوني البحر ناوي عدها، ولقيت المتوات حشرات اللي قلت حق عاد مهر تيمل أظهرهم خاري، بس هذا أصلا وقت ظهرتهم الساعة 6 نحن ظهرن اليوم، قلت لي أظهرهم من الوقت على أساس إني أروم أرمس. قاق وقاق وقاق يوم أبتدي أسجل تم هذا الشري، هذا هو الشر بعينه، ولا هاي لك حليل هو والله ولا يقولن شيء. هاي السالفة أتمنى أنها تنال إعجابكم، سالفة من السوالف الأوليات، هذه السالفة من سوالف نجران. شي شيخ ينقال عنه اسمه فيصل بوساق. فيصل بوساق متجه هو ورباعته يبون العراق، يبون العراق الله يسلمكم لهم حاية بيقضونها، وفي طريقهم هم تقريبا الشيخ وياه تقريبا ما يقارب 5-6 انفار وياه من ربعة، وفي طريقهم الله يحفظكم وهم سائرين قرب العراق، ولأن شي دكان وكان عاده الأول الشيخ الأول يتباهون بالعمامة اللي بيدخل الموصل بيدخل جريب من تبتدي تدخل حدود العراق مفروض انك تتعمم العمامة، كل من كبرت كل من زاد قدر الشيخ ومكانته.
ولأن شيء حفيز كيكين اللي تبيع العمايم حرمة. دخل الشيخ فيصل أبو ساك وتنقى لحد الخامات شيء من الرقع وقال حق الحرمق الصيني هلا نشت الحرمق قالت له مدام انا بتشلت علي اني انا اللي اقص لك القياس اللي اشوفه مناسب لهيكلك ورزك عيل انا ابشرك اني انا اللي بعممك. دارت بتعممه لان تشوف في وجهه بثر. شافت في وجه الشيخ فيصل بوساق بثر. قالت له طال عمرك صبر شيء على وجهك بثر. بثر يعني عباره مثل بقع الحمر شي بارزات في علوي. قال وين ذي بثر؟ يوم حط يده على وجهه ولان شيء بروز على سطح بشرة وجهه. قالت له طال عمرك ترى هذا جدري، والجدري من أشد الأمراض في هذاك العصر ولله الحمد. من يجي البنادم الأول عزلوه على يمب لين الله ياخذ امانته، ولا انه يطيب روحه منه ليه، ولا يعني اللي يدري هذا ما يحل في دار ويخليها عمار. اللي يدري ما تشون هالوي اللي موشوم دق في شرات الويه المحفر هذا هو الجدري. فيضرب الاول عرب، والعرب الاول قل فهم لي يضرب عندهم اللي يدري عزلوا في طرف البلاد لين يموت روحه، ما حد عنا ناشب من يموت. هنا عم يصيرون يحرجون الأول، يحرجون عن يسوي وباء للعالم ولا يجيب لهم عوق الله غاننهم عنا، ولا أنهم يطالعون للصرفة. المهم ما يدفنونه قرب البلاد، واندفنوه دفنوه في بقعة بعيدة الله العالم. يعني حد يقول يحرجونه، وحد يقول حد من العرب في مقولة أخرى يقولون أنه يدفنونه في مكان بعيد ما بقرب العرب ولا بقرب المجابر المسلمين. الناس يعني عسب ما حد يصير ولا شيات ينتقل له العوق هذا. يا ربع عداله الشيخ قال لا والله يا الشيخ، يوم تأكدوا عاد من شيفة مويه الشيخ والبثر اللي فيه قالوا طال عمرك تراك تميدور وإن شاء الله إنك بتغلب خير. قال وهاك الأيام اللي فيه اللي يدري يخرون عنهم سير يومين بعيد عنه يسكون آخر الدنيا يخلونه. ممنوع حد يخالطه ولا يويها واللي مد واللي صافح بليدين واللي يسلم عليه ولا يطالعه ولا حتى يصد جداه، ما حد يصد جداه. الميدور من شدة فتكه بال 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 بالعالم أتي هاك الأيام الطاعون والجدري وهي أعواق ما لها علاج. اللهم لك الحمد الحين الدنيا اختلفت من الشنتار والعلاج والحمد لله الله فك العالم من هالمصايب كلها. افتر الشيخ فيصل بوساق وقال حق رباعته اللي هم المطارزية سمعوني يا جماعتي أنتوا توكلوا على الله، أنا أبوي ابتليت بمرض والمرض هذا جدري، والجدري ما تشد حد نجا منه، ما تشد حد نجا من مرض الجدري. استودعكم الله وردوا على هلية وردوا وين أنتوا جايين من بلادنا نجران، والله يحفظكم وأنا رب العالمين بيتولاني برحمته. وربعه كيف نحن انت شيخنا معزبنا كيف الروم نرغدك في بلاد الغربه؟ لا لا ريلنا على ريلك ولا بنخوز عنك. قالهم البلاء في نفر، وانتم تميتوا عندي بتبتلون كلكم، انا اعرف قدري عندكم واعرف اني انا شيخكم واعرف اني اسوى عينكم ومعينكم. يا غير ابوي هذا مرض، والمرض ابوي ما في لعبه، وهذه بلوى، البلوى من الله. الله عاطلنا مخ وحواس، مفروض انكم انتم تفارجوني في هالوقت وباسرع وقت. رد وكرر عليهم قالهم إن الله خلاني وشافاني وعافاني، تراني رديت البلاد وييتكم، والله بيلاجي عيني بعينكم. يا غير أما الله راد لي حياة حلوني وبروني، والسموحة منكم وسلموا على هلي، وإن شاء الله إذا إن الله جعل لي نصيب تراني بأيكم. حلف عليهم يمين ليمن الشيخ فيصل بوساق ينكم تردون جد هليتكم، ما لكم لزوم باليلس عندي أنا، أنا إنسان ميدور واللي يدري بويه معدي ولا لكم حاجة، وهذاك الدين واليمين إنكم تردون على هليتكم. واشهد إنهم أبوي تشلشلوا ودبروا. شيء طبيعي الله يحفظكم إن كل الحوار والنقاش اللي دار بين الشيخ فيصل بوساق شيخ نجران وربعه ليه ويا أخوياه استوى على مرأة ومسمع من العيوز راعية الدكان اللي تبيع العمايم للوادم. حصل الفراق
بينه وبين رباعته فيصل بوساد الشيخ فيصل، او عطوه الجافي وقالهم في مال الله في مال الله سلموا على هاليتي هاليتنا وان شاء الله اني كان لي عمرني بيكم. جابلته العيوز افترت عليه قالت اسمع يا شيخ، هاي ربعك انت تحلف عليهم ويحلفون عليك انت حر، يغير انا انت الحين في بلادي ومالك محلوفا عني انا ولا لك فتش مني انا، وحين تسير وياي البيت. قالها ما يستوي، انا ريال ما يدور بتوديني بيتك، ايش عليه مطرق توديني بيتك، مالك حايبة الحلال بعديك بعدي هالبيتك ما تستوي حالكم لله، خليني انا على وكل الله وان شاء الله كان الله كاتب لي رزق ونص. قالت له ابدا الحين ريلك على ريلي، نشت وبندت حفيسها وتقابضت قبضتها باليدين وطرقوا. جلست هايك العييز الداوي الشيخ فيصل بوساق مده من الزمن، ولين الرجال غدا بخير قدرة الله سبحانه وتعالى، تغدا بخير ومرة ما يشكو من باس، ومعروفة الحرمة العيوز هاي في فريجها اللي هي في هاي المنطقة انها من اغنى اغنياء هذه المنطقة واغنى اغنياء هاي البلدة اللي هي قرب العراق بعدهم على مشارف العراق، وانها من علية القوم وما تشكو من القصيرة اذنه. الله منعم عليها بالخير والعقار والمال والتجارة والحلال، عندها مال يغطي مطلع الشمس، لكن تحب التجارة وتحب البيع ومشارة، ذلك يلست في حفيزة صبح ومساء مثل الأول. المحلات اللي في أبوظبي كل التجار يلسون في حفيزاتهم راعي الكنديشنات، مثلا لحقتنا على حياة عبد الرحيم، حياة عبد الرحيم بن محمد الفهيم أخو حياة عبد الجليل يبرز في دكانه من يصبح لين يمسي، هو يا العمال هو على المكتب ويونه المطاوع حتى نطوع صالحي ويونه كل العرب، وحياة أحمد أخوه بعد بحفيزه عداله عليه الجنة، كلهم التجار الأول اللي هو ظبي كلهم أبوي يبرزون في حفيزاتهم، اللي ما تبع الكنديشنات اللي تبع الأقمشة محل قنب حليقة بعد روحهم يبرزون اللبهات والشواب، كان في محلاتهم حفيزاتهم ما يشلون في تجارتهم على العمالة معالي روس عمالهم. المراد ما بهذا الموضوع، نرد على موضوعنا اللي كان وايد التجار الأول اللي في الإمارات، يعني بالأخص اللي بين بوظبي العين عندكم لين اليوم لين بكرة في العين لين اليوم لين بكرة السلامي الله يحافظه، وفي بوظبي حلي تامين قوم عبد الله حسين لين اليوم يبرزون في محلاتهم روحهم يداومون من 50-60 سنة يداومون لين اليوم ولين بكرة. وحياة عبد الرحيم أتذكر يتجمعون كل المطاوعة حياة مطوع يسمون بن بطحان الأول من عندنا مدينة زايد، وينطوع صالح ويبعد ثاني يسمونه بن صالح ويونه والله شيوخ علم وايدين ويرسون يرمسون يرمسون يعني يرمسون عن أمور الدنيا. وأنا كان لي لازم هاك الأيام في شيء ولا شياته مطر الشيء طبيعي ما بهاك لما حد عنده بيسات، الله يرحم اللي مات ويطرح البركة إن شاء الله في اللي باجي. الشيخ فيصل بوساق تشافه وغدا بخير وسهالة، والعيوز أبويه مثل ما قلت لكم من أغنى أغنياء هاي المنطقة ولا عليها حد من العيال، ما يابت بذرة سبحان الله، ما الله كتب لها نصيب، هل إنها ما عرست العلم عند الله أو إنها عرست وطلق الله أعلم، المهم ما لها حد ما لها غير الله سبحانه وتعالى. والريالة شافوا وغدا بخير وسهالة. العيوز بارك الله فيكم، العيوز اسمها ضبوعة وهي من أعيان البلاد المنطقة هاي وأغنى أهلها. شاف الشيخ فيصل الشيخ فيصل بوساق وغدا بخير وسهاله، اسمعي يا عمه انا اليوم الحمد لله رب العالمين عافاني والحمد لله انا بخير، وباك تحليني وتسامحيني وتبيحيني، انا ابوي بصير جد اهلي بصير نجران انا الحمد لله حين بخير وسهاله. قالت لي يا ولدي بغيت تيلس والله مرحبا بك وسهله، وبغيت السير يعلن ربي ييسر امورك ويحفظك، يا غير هذا بيتك وهذاك بيتك، بغيت تيني مرحبا بك وسهلا، وبغيت تسير عليك الرب حافظ، ما بيدي حيل ما ودي بفراقك، الحمد لله انك بخير وسهلا وانا ما عندي حد من العيال، وبغيتك تكون لي ولد، لكن مدامك انت قلبك حني بهلك ويبفريجك يعلى الرب يحفظك ان شاء الله. قالها الشيخ فيصل بوساقي يخبر على ضبوعه، يا عمتي ضبوعه يا الوالده
أنا حين ساري جدا بلادي، لكن انجار عليك الوقت واختلف عليك الوقت واختلف عليك الزمان، وحددت الدنيا عرف إن لك ولد اسمه الشيخ فيصل بوساق في نجران في السعودية. إن حدك ما حدك ترى هناك لك ولد شيخ يامر وينهي ويشق ويرقع ويفتش المحابيس وكل شيء بمرينا من عقب الله سبحانه وتعالى. وحكت ضبوعه قالت وين بيشين بي الوقت؟ ما بيشين بي الوقت، أنا الحمد لله تحتي سمن فوقي سمن ومطرش بربرة يزيدوني سمن، الخير فوقي وتحتي ما بيخلص هالخير لو تاكل فيه الضوء 100 سنة ما رامة تاكله. أنا عندي من المال اللي عيشني ويعيش أمة لا إله إلا الله من كثرة، ما بيشين علي الوقت. يا الله يحفظك يسر أمورك، هذا أولا. وثانيا أنت في الجنوب وأنا في الشمال، أنت في الجنوب في نجران وأنا في الشمال في العراق، وين بتحدني الدنيا عليك؟ ما بتحدني الدنيا عليك لو بتنطبج السماء على الأرض. الله ييسر أمورك ويحافظك، توكل على الله. الشيخ فيصل بوساق ركب ولا مشى الله العالم به على حسب الرواية، توكل على الله، وصل بلاده فرحوا بهله وقرت عين شوف والديه فيه وفرحوا به ناسه واستوت الناس. المهم استوى قي وعيدت العرب بشوف شيخهم. ويلس وقت من الزمن فترة من بعد كذا مدة دخلت عليهم البلاد نجران عيوز حالة ترثة بعصاها تمشي وتتنافض ما تايد قوت يومها. وأول ما طاحت عينها العييز هذه طاحت عينها على عين واحد من مماليك الشيخ خويدم يارس عدال طوي ييدب ماء ما عارف شو يسوي. أول ما طاحت عينها طاحت عليه سلمت عليه. تعيد هي حين ما بطلابة هذه، هاي وحدة يار عليها الزمان واستوى رب العالمين حدها أنها توصل حين دارت عليها الدواير يسمونها أو حدها زمانها. وصلت قالت له يا ولد، ترى ما بطلابة تصير تتمسكن له، شافت الخويدم يا ولد فتنت عليه فتنه يا ولد وين بيت الشيخ فيصل بوساق؟ يوم طالعها ولا لها حالتها ما بحالة واحد يصير بيت شيوخ. قالها اش تبين انت بالشيخ الشيخ فيصل بوساق؟ اش تبينه يوم اللي انت معزرة تبين تعرفين وين بيت الشيخ فيصل بوساق؟ بيت الشيخ فيصل بوساق هذاك وينه؟ وانا من خدامه الشيخ، انا عميه الشيخ هذا فيصل بوساق اللي انت تطرينه، شو تبينه؟ قالت اباك في ابا في حايل، تعال بخبرك. قالت العيال ندوك، ابا منك طلب، عندي بيت قصيد، اباك تعد بيت القصيد وانت ساير وياي لين دور ما دار ميلس الشيخ، وانت تعد بيت القصيد هذا بصوت عالي وايد ضروري. قال هل خويدم شو هالبيت من الفضول عادله فيه؟ قالت له بصوت عالي تعد وانت تمشي، لا تامن الدنيا تيك ضبوعة من يا من الدنيا هبيل الفاد، لا تامن الدنيا تيك ضبوعة من يا من الدنيا هبيل الفاد. يوم سمع بيت القصيد الخويدم قال لا 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 سامحيني يا خالتي، سامحيني يا الوالد، أنا ما روم عند هالبيت أخاف يكون فيه نغزة ولا شيء للشيخ، ونسمع الشيخ يصير ويكر راسي عني سدي. لا 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 أبات قالت هذا ويهي، هذا ويهي عليك الله ومان الله، ين الشيخ ما يقول لك أدنات الدون ولا بتسمع كلمة تكدر خاطرك من الشيخ ولا غير الشيخ، لكن ضروري بصوت عالي. نش عاد الخويدم هو يمشي، لا تامن الدنيا تييك ضبوعة من يا من الدنيا هبيل الفاد، لا تامن الدنيا تييك ضبوعة من يا من الدنيا هبيل الفاد. تم يكرر هالبيت أكثر عن مرة. الشيخ هذاك الوقت يارس ميلسه وسمع بيت القصيد، سمع طاري الحرمة وأسمها اللي هي معالجتنا، فز ونش جدا المملوك اللي عد القصيدة، وصار جدا وصار به جدا العيوز. ولأن العيوز أبوية حالة ترثة وحالة تلله ما يعلمها إلا الله، دارت عليها الدوائر.
ويوجه ويالله مرحبا والله مليون مرحبا من سرتي لين جيتي. من اقبل عليها وازم يدقق بملامح العيوز، والله مرحبا مرحبا بامي مرحبا باللم مطبوعه والله مليون مرحبا في ذمتي ينهى مليون مرحبا وسهله من سرتي لين جيتي والله مليون مرحبا. وشلها وقادها لين البيت وقال حق هله سمعوا هذه امي اللي ما يابتني واليوم حين تقولها بيت روحكم تقولها بيت شعر بصياوين وبعلمه وخبره وانتني العبدات حد يسحيها وحد يلبسها وحد يطعمها وحد يروحها وحد يدخنها وابدا نسولها صيوان حالها حال امي مثل صيوان امي تسولها صيوان. هذه امي طبوعه اللي هذه امي طبوعه هي اللي هي اللي تعبلت مني وهي اللي داوتني وهي اللي عالجتني. هذه أم اللي أخبركم عنها لو سمعتوا بها واليوم ريتوها. فحطوا عبالة الدنيا كلها في دقيقة قمض برج في جيل يا رب ارحم كل شيء مستولها. قالوا هي والله وإن شاء الله. قالت لي يا ولدي حدتني الدنيا ودارت بالدواير ويا يحينا عانية أول بادي لله تملك. قالها أبشري بسعج ما طحت إلا واجهة كل شيء انتبهينه بيستوي الحين قبل ما ترمسين أنا عطيتهم الوامر يخدمونك وكل شيء تبينه بيستوي وانتي المامرة الناهية. عاشت وقتا طويل خطف عليها وقت في نجران ضبوعة كانت تامر وتنهي وعاشت بخير وسهالة في ظل كنف الشيخ فيصل بوساك من شيوخ يامهو في نجران وأبطت عندهم لين استخارها الله وتوفت ودفنوها هناك عندهم. ماتوا كلهم كلهم ماتوا الجماعة هاي اللي في نجران هاك الزمان عملوا مئات سنين لكن تامل مثل هذا عندهم في نجران. لا تامن الدنيا تيك ضبوعة من يامن الدنيا هبيل الفاد. ويطلق هذا المثل تقلب الدنيا على الدنيا ما تدوم إن الوقت ما يزين دوم ساعة في العالي وساعة في الواطي والدنيا على حسب توافيج رب العالمين ساعة أنت في القمة يوم الله يريد لك يوم الله ما يريد لك تراك أنت حين بتقدي عردل الرداية. هي نعم حد من العرب تلقاه اليوم أمير عقب يومين أسير تلقطه اليوم وزير وعقب أبوي دريول مال الوزير اليوم أمير وباكر أبوي فقير. هذا حال الدنيا وهذا حال يقول يقولون دارت عليه الدواير والدنيا ما تبقى على حالها ولو دامت لغيرك لما وصلت إليك. والمراد فهم في هالقصة أن عاقبة الإحسان إحسان وعاقبة المعروف معروف ونحن بلهجتنا في الإمارات من جدم الحسنات يستوفي اليمايل. يعني إذا تسوي خير رب العالمين يلحجك خير إذا ما فيك وفي صحك وفي بدنك في عيالك في أحفادك. وهذه الدنيا الدور الدوائر والباقي الله سبحانه وتعالى. يلا سامحوني هذا قصة كانت خفيفة وسامحوني على الأطالة. يلا مرحبا يا مرحبا أبو أحمد يا مرحبا وش حالك؟ خير كيف أنت صلاح؟ تمام. متى جيتوا؟ أقول الحينة؟ كل شيء جاهز؟ ويجوه. كل شيء ريدي؟ ويجوه. ما قلت بتذهب شورتات حق السفر؟ صلاح محسن سار ودى الأوراق حق المكتب وعطاهم البيزات بيتجهز البيزة بعد أسبوع بيجي بيرس عندنا شهر وخلاف عقب ما يعرس أحمد بسير بكنا أنا وانت ومحسن وأسد بنسير بانكوك. زين انت شو قلت تبات ويا محسن وحجرة روحك روحك تبا ما خلي باتون ويا قوم محسن وأسد ما أعرف ما أمشي بحال زين ما لين يصير خير لين نوصل هاك اليوم. شو كل شيء شو لا بنسوي لك شيء جديد الحين نسوي لك إداد الحين حفظكم يا زام الزراعة. هذا اللي تشوفون الشخاخ الشاخ إن شاء الله هذا إذا الله جعلنا ملحيين وقته فصفري وقته فصفري وقت البياحة ويا سمن البياحة. هذا بتشوفونه خلاص امزر ببيكاب العام بيكابات اجسمه اللهم لك الحمد فنان ولذيذ رقم واحد.
ان شاء الله السنه كان رجعنا من الحيين بعد بناكل منه وبنعطي وبنجسنا. شوف في فايل ما شاء الله تبارك الرحمن. شو لي وين تحت شو ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تولت على زراعتي ميته متى شو ما شاء الله. من حطينا هذا التقطير لا طبوي دومها مبخر سانه يعني فيها رطوبه تحرى عن تر مطر جاي شيء جميل. يوم اقولكم متى وقت قطع الهنبه يوم قطعونها تو بادي ها شوفوا تو بادي صوجع ها ابتدى يلين معناته لو الهنبه فيها ألف هنبه تقطعها ها خلاص غايت الحين غايت لا تخليها هني تنض اكثر تجمعهن كانها 100 هنبه ولا 200 ولا وحده ولا هنتين المهم من ام وحده يتكرتنا في كرتون تحت هنقش وفوق هنقش ما يدخلهن هو 5 أيام 8 أيام 10 أيام رقم واحد غدا كل همبا على حسب نوعها. ها مثلا حين ها بعدها ها ما تروح تقطع حين ما يتقطع حين هذا الحين ما يتقطع هذا قطعته حين خلاف عقه كشرة ما شي فايدة هذا بعده ها هذا بعده لازم يصير وحدة منهن تبلغ من تبلغ وحدة منهن خلاص معناته الباقي كله بالغ من تبلغ وحده نش تقطع الباجي الحين هذا بهاي هاي الحين الشيره خلاص ما شيء تام منها هذه الهنبه بعدها بعدها ما بشرت من تصير وتبشر وحده ولا شبه وحده هاي تساعد على هواك واللي يتخبرون ما نشوفك تطري التين عندي تين ولا ابغي اصورها ادب ما في ها تروع عليها. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. ها التين تركي عاده شو يدها ما شاء الله تبارك الرحمن حوالي 2.5 متر طولها. شوف ترى الهنباء هذه خدتها هذه خوات هذه وهذه خوات مرة حين قايت ما شاء الله. فمنو ياكل عادة منو لي ياكل وينك يا الأكيل أكل ما حد ياكل كم بتاكل يا بن آدم. الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم من الفيفاي اللي اعتدل شو ما شاء الله من الأرض ذراع بس تحت الارض ما شي في فيفا وهي سايره وهي سايره. مفروض لو انا زارع عنه على الموسم تدرون متى بناكل منه حين مفروض ناكل منه ويا الانغال يوم يبشر الانغال قبل اسبوعين ثلاثه هذا وقت انك تاكل من الفيفاي. لكن نحن زرعناه مخر تدرون متى وقت البذر ماله الحين وقت البذر ينبذر بذر الفيفاي الحين ينبذر الحين في محميه في بيوت جرين يعني وخلاف يتم لين شهر 9 من يظهر سهيل اظهروا من المحمية وذرعوا خاري. هاي بادي توها تبشر شوف البادية مرة تشوفها اي والله زهرة هاي ما شاء الله شمروها كامل زين. الفيفا اللي عنده فيفا يبي يزرع يزرع حينه في الجرين هاوس لين شهر 9 تغذي ذراعين تغذية وتعبلون منه الفيفاي لين شهر 9 شهر 9 في آخر في 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 15/9/20/9 من يظهر سهيل من يظهر سهيل الله يحفظكم تنشون هاي الساعة وينزلونه في الأرض يتنزل في الأرض. شو ما شاء الله الجوري السنة لو شيء جوري الحين في الحر يغير بلية ريحة بلية ريحة شو السبب لأنه ما بوقته ما بموسمه ما بموسمه لأنه اللهم لك الحمد. شوف ايش قاعد ينفع التجليب جليب تحت الارض لازم تتجلب الارض حسب يغذي الزرع بخير وسهاله. هذا عاد الحين بخبركم متى وقت تقليمه يتقطع يوم مره قرب يدخل الشتاء برد الوقت شهر 12/11 قطعوه 50% وخلوه ينتشي ينش شل بعمره شله كل ورد ريج يغذي. زراعه الفيفاي الحين وقت البذر الحين وقت البذر لا تقولوا ما حد قال لكم شوف تعيدوها هاي اول الهنبه اللي بشر ها بقول لكم يظهر يتريى بس متى تقصون هنبه انا نشوي ويطرح ورق ابو جديد يغل ورق جديد غادي بخير وسهل يستعد عاد حق الحول يستعد حق الحول ان شاء الله كان الله جعلنا من الحيين. فاقول لكم الفيفاي وايد ضروري بتبذره في الحين هذا وقته ويتنزل
يوم بيظهر سهيل. هالمعلومة وايد ضرورية، ضرورية زيادة على اللزوم. لا تقولون ما حد قال لكم أهم معلومة هذه. أنا عادة كل ولا في فاي شو ما شاء الله. ها ها أنا تبارك الرحمن. توني يا توني، توني يا توني، توني يا توني، خس الله تلوي. ها لا تيني بعيد. هاي سدام سدام. هل توني يا توني، توني يا توني، بير بيعك يا توني، بيك محسن يا توني. هاي 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 توني يا توني، توني يا توني، توني خس الله تلفجري يا توني. أرمى خاري عاطني إياها سالم التاير أبو محمد على الله يحفظه. سالم التاير عاطني صرم، حب صرمة والله حول 30-40 صرمة كلها مفسولات خاري دور ما دار البيت. لكن من غرائب الصرم متعاد عاطني إياهن، عاطني إياهن الله يحفظكم عقب ما ردينا من لندن قبل 13 سنة. كان هو يتعالج الله يسلمه ويرسنا وياه فترة سوالف وضحت. يوم يينا قال لي خالد مدامك تبني بيت الصرم ترى من عندي، وشهد إن أعطاني ما يقارب 80 صرمة. جسمت شيء 50 فسلتن، الخمسين كلهم ما شاء الله ضربن، ما وحد منهن اقطعت تكيت، كلهن أبوي تمات تبارك الرحمن. شوف هاي أغني توهبة تبشر ما شاء الله. شوفوا يا بقولكم متى حين ولا حركنا فيها الساعة. شوفوا توها بالغة مرة غايتها هذه. هذا كل زاهب حينه يا مهر. أوه مهر ها كل زاهب حينه. شو ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. خلاص قلنا من 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 تقيض وحدة قصوا الباجي خلاص. الله يصغيرونا لكن شو كم عقه تبارك الرحمن. شو كم ما شاء الله مبارك تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله. ها شيء باجي ها بس خلاص يلا سوي لنا نفس الترتيب. ها خلاص ما يحتاج كلام، تعرف ترتيب ها ولا اعطى دوارك، دوارك هي بسوي له زي وده هناك الخيمه وانا بسوي له ترتيب. خاطر يسير اصور لكم الصرم اللي عاطني اياه سالم التاير يعلى الله يطول بعمره ويخليه ابو محمد. برويكم نمونه رطبها شقايل. هاي تشوفونها برتقاله بسره، برتقاله بسره ما شاء الله. الحمد لله سنه سنه خير، اللهم لك الحمد. السنه سنه خير سنه خير، جعل ايامنا وايامكم ايام امه محمد كلها خير في خير. بشيركم هذه نادره توها بادي تسبق. شوفوا توها معلمه هذه نادره على طول. 3 رايبات لنا الحين العام، والله 4 رايبات السنة يمكن كثرنا عليها خلينا 5 أو 6. فهاي نادرة اللي بلية طعام، اللي بلية طعام. صار من تبارك الرحمن كل زين وكل فنان وكل غاوي. غير العجب في هنتين هاي اللي خبرتكم عنهن. هذه هذه وحدة وهي تخته، هذه وحدة وهذه هتة. تعال يا مكران شا اسمك مهر. افتح من تحت بخبركم عنها. شو ما شاء الله شو تبارك الرحمن ان شاء الله شيء مبشر. لا بعد ما شاء الله ما شاء الله. شو الحبة كم بسرته هذه حمراء بعدها ما اسمها ما اعرف عاد شو هي هي هاي حمراء هاي تبيع ما يجي احمر. كم واحد مسويه؟ هذا؟ أربعة. أربعة ها؟ أربعة جذوج ما شاء الله مسويه. شيء عجب عجب ما شاء الله تبارك الله. ها؟ هذا خمسة مرطب هذا كبير. هاي الثانية. لكن ما بحمر ها؟ يمكن حمر ولا ما بعدين. لا بس خلاص صبغت هاي خدته ما صبغت. معناته بس ما بيصبغت شو ما شاء الله. شيء عجب عجب تبارك الرحمن. إيه. أول سنة تثمر. مهر انت مبروك انت مبروك. هي ها قصن هاي الثلاث قصن خربانات ايوه بس خلاص الخربان يعقونه.
ها تعال عج هذاك اكثر محمر سر طالع يمكن شيء مبشر فيه ما شاء الله هذه عج هذا قبل بيقيض ما شيء بشر بس خلاص سكر سكر هذا هو اللي بيبشره ها اول ماي زياده عليه ماي بس قص هي هي لا ما يبغي ماي زياده ها هي زين هاي وحده وهاي خته ثانيه هاي عاد اظني بتقض عقب ها شوفون ها الحجم اكبر بعد سبحانك يا رب سمسم ما هذا شو صبار حمراء لا لا ما بحمر ما ادري به احمر ها هي سبحان الله هي توها بادي تصبغ خته ترى خوات هذا نقع سلسله اي والله سبحانك يا رب ازيك عامل ايه اخبارك ايه يا رب تكون كويس ربنا يخليك ويخلي اولادك النبي يا خالد اكلمك على حاجه خلي بالك من محسن شغاله لو متخلوش يشرب سجاير ولو ما عملش كده اضربه اضربه ايه يا ابو ايه اضربه ايوه هو الكبير بتاعك ماشي عايز حاجه تانية تقولها له سلمني عليه وعلى اولاده وعلى الست بتاعته وربنا يخليه ويطول لي في عمره يا ربي امين ندخل على اليوتيوب نروح البحث نكتب خالد الخالدي بالعربي او بالانجليزي بتلقطون مكتوب قناتي دقوا على قناتي نختار سبسكرايب او متابعة بالعربي وندق على الجرس وبهالطريقة بتكون انتو اشتركتوا في القناة شو تقول صلاح؟ حلوة الدوتي اي جوتي عبيد هذا ابيض حينه حلوه هذا رصاصي زين رصاصي زين هذا حلوه تبشراته ايه هي هاب سيب وين فور صلاح كيس سيب فور صلاح ثقيل عليك حبيبي ما تروم تمشي بهذا حق تايلاند حق بانكوك بناخذ لك جوتي خصوصي خصوصي انت تحب الخصوصي ولا لا انت بعد كده انا اقول لك انت كده كيف الحال زين ما شاء الله شفتي صلاح هي لاف يو صلاح شو وضحك بعد اليوم شفته ام حسن طرش فيديو تقول يوم بيوصل محسن انداخ زقاره خلص راح يضربه الصبح هنا هي من الصبح كل يوم تعال له تودي تباي يبات عندكم ولا يبات عندنا هني خلي يبات هني ايه ما شي مشكله شكرا ما بدنا انت جدبنا وانا وصراح بنتبعكم وين بنصير حسن مدينة خليفة زين يلا يا سر بجي في جدام الباب نحن نحب بنيك صلاح انت وايد مزعج اثناء القياده وايد تتكلم وايد تتكلم من الصبح عشرني ويق 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 ليش تنمونه شو يا لا منو يتكلم الصبح انا انت كذاب انت لا تحلف الله صلاح انت الله تصدقون عاد اني انا اللي اتكلم تعلمت الكذب انت حينه تعلمت الكذب والدوانديل هذا يوم اقول لك مكسوره وتبرد هاي بعلم اقول لكم مكسوره وتبرد كانت لنا سيره بدا مدينه خليفه وصلاح كان الدليل والله ما دل فالحمد لله سرنا وسلمنا جلسنا وقهوينا هو ركب سيارته ويدري وله ساعة وانا يتحينه الجم وبنسوي الخلاق هذا من الجم ميت مليوع
ولقطهم في البيت مسوين هالكريعينات كريعينات هبا لا يمتنن ولا فيهن شيء ولا شيات وهاي مرقتن يعني ما في يعني شيء من السقم ولا من هذا لا كريعينات لا في شحوم ولا في لحوم ولا شيات ولا همك الله ولا هم يحزنون كريعينات خفيف خفيف وحاطين على فيهن من داخل دارين فيه حب هريس ويلنضوي يعني مرة قادي يدحق هذا حب الهريس خفيف من هالغليظ مرة مكودين لا كريعينات رقم واحد يلا خبزة وحدة ما المغرب الكبير وحدة ما شي غيرها ناوي أسوي شغلة اللقمة وقرمة عقب أبوي لا فتيت هاش الخبيز المغربية ومركت أبوي تمريج غرقتها تغريج بصالونة الكراعين حصالونة المرق المروق مال الكراعين الباشا على قولة العراق هذه حينا عاد دوع تغدي ولا هاي الجماعة نهاية ها ما تمص ميص عاد ها هالنمو لازم يظهر هذا ها إذا ما يظهر ما كانك مصيد شو بقولكم والله يا أبوكم يعني دواء زادهم العراقيين الواحد غادي يا أبوك مصك من كبره